السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. احنا الحين قاعدين الصبح، ريوق الساعة 7 عندنا الحين الصبح، احنا الترياق، وهذا المكان اللي احنا ساكنين فيها الله يسلمك اسمه في هوتيل. وشوفوا المباني اللي حوالي، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا حبايبي، شوفوا شوفوا شوفوا، كل بناية ارفع من الثانية، كل بناية ارفع من الثانية. وهذه هني ها طبعا احنا في الطابق الرابع، بس حبينا نراويكم المناظر اللي عندنا، والله يوفقنا وياكم ويوفق الرحلات. تفضلوا، هذه المجمعات الموجودة، وهذه سنبل من سنغافورة. تفضلوا، هذا هنا الطابق الرابع، سنبل الناس تتريق. وهذا هنا شوارع الهاي واي، وهذه المباني شوفوا شقد ارتفاعها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهذه الناس تتريق الصور، وهذا ريوق الناس الصور. يلا مع السلامة حبايبنا، يلا.